رابطة ضحايا التدريس حقيقة كانت فكرة تراود خيالي وخيال مجموعة من محترمة من أعضاء هيئة التدريس، أذكر منهم الأخ مضر الجنابي، الأخ عبد المحسن الجسار، الأخ أحمد الكندري ومجموعة أخرى، وكان أيضا بعض الأخوة العرب، الأخ دكتور أحمد عرفة والأستاذ أحمد مكادي وآخرين أيضا. في عام 1986 كان هناك تحدي توقفنا عنده، وحقيقة الأمر يعني تم فيه الرجوع للجمعية العمومية، وأذكر أنها دعيت بشكل استثنائي، ثم أعدت مذكرة، ثم ذهبنا بهذه المذكرة إلى رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكويت آنذاك. ويعني للتاريخ أيضا أقول أن الرجل يعني استمع لنا استماعا فاعلا وتجاوب معنا وبدأ يساهم معنا في الحديث وكأنه هو أعرف منا في الموضوع. وبعد لقائنا معه بأسبوعين اتخذت إجراءات حاسمة من قبل مجلس الوزراء الكويتي، وخلال هذه الفترة كنا في لقاءات متجددة ومتكررة مع تقريبا أستطيع أقول معظم إذا ما كان كل المسؤولين الموجودين في الهيئة، إما لقاءات مباشرة معهم، إما ندوات، إما حوارات، إما محاضرات، منها رحلات، أذكر رحلة مدينة ترفيهية، أذكر رحلات لجزء أعظم وزيرة فيلك إذا ما ناسي، أذكر في رحلات هنا وهناك. وكنا حريصين حقيقة على مشاركة المرأة معنا، يمكن من أهم الأمور التي أرجو حقيقة جاهد أرجو يعني صادقا في أن الأخوان في الهيئات الإدارية المتعاقبة من بعدنا أن يسعون لها هو النظرة الاجتماعية لهذا النوع من التعليم في دولة الكويت. أبرز معركة أو أبرز مطالبة كان في ذلك الوقت اللي هي كادر أعضاء هيئة التدريس. الكادر الأول طبق في 86 في عام 86 1986، ومضى عليه تقريبا أكثر من 10 سنوات. أيضا من الأشياء اللي الواحد الحقيقة يفخر فيها ويستذكرها دائما اللي هو إنشاء مقر ثابت ولائق ودائم للإخوة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية اللي هو المقر الحالي. هذا المقر لا شك أيضا سبقت معاناة تنقل ما بين يعني جبرات، ثم بعد ذلك أجرنا خارج إطار حدود كليات الهيئة في مبنى يعني في منطقة النزهة. أيضا من ضمن الأشياء اللي الواحد يستذكرها اللي هو قضية محاولة الرابطة في ذلك الوقت أنه هي تشارك الإدارة في كثير من اللجان وفي كثير من اتخاذ القرارات فيما يتعلق بلجان الترقيات واللجنة التنفيذية واللجنة العلمية، اللي من خلالها تستطيع الرابطة أن تنقل آراء وهموم وقضايا ومشاكل أعضاء هيئة التدريس. أذكر أن احنا كنا التقينا مع سمو ولي العهد الشيخ سعد رحمة الله عليه، ذلك الوقت كان يعني ولي عهد سمو الأمير الوالد الشيخ سعد رحمة الله عليه عندما كان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. التقينا مع كثير من الوزراء والمسؤولين في الدولة اللي ننقل من خلالهم، بالذات إذا كانوا في مجلس الخدمة المدنية اللي هو يقر الكوادر وغيرها والحوافز، ننقل من خلالهم يعني مطالب الإخوة أعضاء هيئة التدريس، وكانوا متعاونين معنا إلى أقصى الحدود. كذلك أيضا لا يعني أنسى جهود أعضاء مجلس الأمة في تلك الحقبة، جهود أعضاء مجلس الأمة واللجنة التعليمية تحديداً، التقينا معهم عدة مرات فيما يتعلق بقانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفيما يتعلق بفصل التعليم التطبيقي والتدريب. كان يمكن من أهم المحاور هو دور الرابطة في تطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتمثل ذلك بتقديم أول قانون لتعديل قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي منذ التأسيس. هذا القانون ارتكز على أن يكون تنتظم الكليات في جامعة تطبيقية وتفصل عن التدريب. على مستوى آخر كان هناك تركيز من الرابطة، وجاء ذلك بناء على استبيان عملناه اللي كافة أعضاء التدريس، نطلب منهم تحديد الأولويات التي يرونها ورضاهم الوظيفي
عن أعمالهم وعن مؤسساتهم وعن أقسامهم. يمكن أهم الإنجازات اللي أنا يعني أحب أذكرها تحققت في ذلك الوقت هو موضوع إقرار المكافأة التشجيعية لأعضاء هيئة التدريس. أيضا قدمنا قانون أو مقترح مهم جدا وهو كان بداية إقرار كادر أو تطوير الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس اللي يقر فيما بعد. كذلك كان من المحاور الرئيسية اللي ركزنا عليها في عملنا في رابطة أعضاء هيئة التدريس في تلك الفترة موضوع التواصل أو تعزيز التواصل بين إدارة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس. ويمكن تمثل ذلك بإنجاز مهم هو اللقاءات المفتوحة بين رؤساء الأقسام العلمية وإدارة الهيئة. على محور آخر في حقيقة في مجموعة إنجازات أنا أعتبرها صبت على موضوع النشاط الاجتماعي والثقافة. أذكر إلى الآن الاحتفالية التي قامت في فناء رابطة أعضاء التدريس وحضرها آلاف من أعضاء هيئة التدريس مطالبين بحقوق لم تقتصر عليهم هم فقط وإنما كانت تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس الموجودين في جامعة الكويت والموجودين كذلك في معهد الكويت للأبحاث العلمية. أسفرت هذه المطالبات عن أمور كثيرة من ضمنها على سبيل المثال إقرار الكادر الموحد لجامعة الكويت وللهيئة العامة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وكذلك أسفرت عن توحيد كافة المميزات التي يحصل عليها الأخوة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع الأخوة الموجودين في جامعة الكويت. كذلك الرابطة في هذا الوقت حرصت على أمر مهم وهو تفعيل دوره القومي والإسلامي والوطني، فكانت لها مشاركات واضحة. أذكر إلى الآن كانت اللجنة التنسيقية لمناصرة الأخوة في غزة من الأمور التي أستذكرها كذلك في هذه الفترة، أنه اهتمينا حقيقة ما هو بالقضايا المادية فقط وإنما بالقضايا المعنوية اللي هي قضية اللائحة، لائحة جميع اللوائح الموجودة في الهيئة كان لابد من إعادة دراستها من جديد بحيث يكون لعضو هيئة التدريس الدور الأول والأخير. لعل من أهم وإن كانت الفترة التي رأست فيها الهيئة الإدارية هي تقريباً عام ونصف لأنها شهدت لله الحمد كثير من الإنجازات، من أهم هذه الإنجازات أن احنا حققنا الحافز. أيضاً من أهم إنجازاتنا في هذه المرحلة زيادة مخصصات المبتعثين. أيضاً حرصنا على أن نوفر أكبر الخدمات لأعضاء التدريس، فقمنا بالاتفاق مع أحدى كبرى الشركات التأمين الصحي في دولة الكويت. أيضا حرصنا فيما يتعلق بالخدمات التي تعنى بالعملية البحثية لأعضاء التدريس خدمة الليبرانت. أيضا على مستوى الرابطة كمبنى حرصنا على أن نطور هذا المبنى بأن نوفر فيه أكبر الخدمات لزملائنا أعضاء التدريس. فبالإضافة إلى مجلة الرابطة صوت الرابطة الموجودة، قمنا بإنشاء أو بتدشين مجلة تصدر عددين كل فصل دراسي سميناها الرابطة نيوز، نوثق من خلالها أعمالنا تطلعاتنا. نحن في كرابطة تبنينا قضية أساسية نراها أنها هي المستقبل الواعد للرابطة للهيئة، وهي قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب. هي قضية ليست بجديدة ولكنها ما زالت مستمرة.